فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج كما هو ظاهر ومبين على الشاشة أمامكم الآن. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وعذنا يا ربنا من الزلل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم أيها الإخوة والأخوات لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عندي الأخ علي من القابون سأل 3 أسئلة في سؤاله الأول، يسأل عن تفسير قول الله تعالى وصل لربك وانحر، يقول كيف وصل لربك، لأمر ربك أم لربك؟ يا أخ الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الآية من سورة الكوثر، هي أمر من الله جل وعلا بأن تكون صلاة العبد ونحر العبد بالنسبة للنسيكة تكون لله جل وعلا خالصة، بمعنى وصل لربك وانحر، يعني اجعل عبادتك كلها لله. وهذا نظائره كثيرة في القرآن، مثل قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ونظائر هذا كثيرة في القرآن، وهي أمر من الله جل وعلا بأن تكون صلاة العبد وجميع عباداته لله جل وعلا. فصل لربك يعني الصلاة المعهودة، وانحر يعني اذبح، مثل الضحية ومثل العقيقة ومثل الهدايا في الحج مثلا حينما المتمتع والقارن. بعض العلماء ذهبوا في تفسير ضعيف، قال وصل، وفي قوله تعالى وصل فصل لربك وانحر، يعني ضع يدك على النحر هكذا، وهذا تفسير ضعيف وإن كان يعمل فيه بعض الناس، لكن هذا ليس المقصود من هذه الآية، وإنما المقصود الصلاة والنحر يعني ذبح الذبيحة. الأخ علي من القابون يقول بأنه دخل مسجدا فوجد الإمام يصلي المغرب والعشاء جمعا، يقول هل لي أن أجمع معهم أم لا؟ يا أخ علي بارك الله فيك، ما دمت أنك دخلت المسجد وإمام المسجد جمع بين المغرب والعشاء جمع من دون قصر، بالمناسبة القصر لا يكون إلا في السفر، لكن الجمع يكون في السفر وفي الحضر ممكن، مثل إذا كان هناك مطر شديد وكان مثلا هناك وحل شديد وكان مثلا إنسان مريض مثلا، ممكن يجمع الجمع الصوري لكن من دون قصر. بعض الناس هدانا الله وإياهم يخطئون، يظنون أنه يقصر في الحضر، لا، القصر ما في شيء اسمه في الحضر قصر، القصر في السفر، لكن الجمع يكون في الحضر ويكون في السفر. فيا أخ علي بارك الله فيك، المشروع أنك تصلي معهم، تجمع معهم المغرب والعشاء مع الإمام ولا تخالف الإمام، هذه هي السنة، هذه هي السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى متابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه بارك الله فيك. يقول علي بعض المؤذنين يطول في قضية الأذان، بمعنى أنه يطيل بعض، يمطط ويمدد في قضية الأذان، فيسأل عن الحكم. يا أخ علي بارك الله فيك، لا شك أن الأذان الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وصف وصفا دقيقا، بحيث حقيقة لا ينبغي الاجتهاد فيه من حيث التمطيط والتغني والتلحين وشيء من هذا القبيل. النبي عليه الصلاة والسلام علم بلالا وعلم أبا محذورة وعلم جمع من المؤذنين الذين كانوا يؤذنون في عصره كعبد الله بن أم مكتوم وغيره، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم 5 مؤذنين، 5 يؤذنون في عهده عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن الأذان ينبغي أن يكون بترسل، أما الإقامة فلا، الإقامة على خلاف الأذان. الآن بعض الناس يقيم كأنه يؤذن وهذا غلط، الإقامة لمن في المسجد، أما الأذان فهو لمن خارج المسجد، ويقول هكذا مثلا الله أكبر، هذا هو المشروع، قل الله أكبر، ما يمطط ويلحن ويعني بعض
المؤذنين للأسف يعني يطيل إطالة فاحشة بحيث أنه يخرج الأذان عن صيغته الشرعية. وهناك أخطاء عند بعض المؤذنين، مثل قول بعض المؤذنين الله أكبر، هذا الأذان باطل إذا قال الله، لأن هذا صار استفهام، لا يقول الله أكبر هكذا. وبعض المؤذنين يقول أكبر، وهذا غلط، ليتغير المعنى، لأن أكبر معناها الطبل، أكبر معناه في لغة العرب الطبل، لا هي الله أكبر مثلا، هكذا الأذان الشرعي. يا أخ علي بارك الله فيك. نعم نعم، ما أسمع الأخت أم محمد من السودان، سألت ثلاث أسئلة. في سؤالها الأول تقول بالنسبة لمسألة الحزن، تقول بالنسبة لمسألة الحزن، كيف يحزن الإنسان على الميت، ومن هم الذين يعني بالنسبة لمسألة الحداد ثلاث أيام فأكثر، يعني هل الجير، ذكرت أشياء كثيرة. أنا أفصل لك يا أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي مسألة الحداد على الميت، أولا بالنسبة للزوجة تحاد على الميت 4 أشهر و10 أيام، احفظي هذه يا أم محمد. وأيضا النساء بارك الله فيكم تعرفون هذه الأحكام، يعني معرفة هذه الأحكام مهم. بالنسبة للمرأة يعني زوجة الميت تحاد 4 أشهر و10 أيام، هذه إذا لم تكن حاملا، أما إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل للآيات القرآنية الكثيرة، الآيات القرآنية الواردة في هذا الأمر. ثانيا بالنسبة لغير الزوجة مثل الأم ومثل الأخت ومثل البنت مثلا ومثل القريبة كالعمة والخالة، هذه لا يجوز أن تحاد أكثر من 3 أيام، لا يجوز أن تحاد أكثر من 3 أيام، بمعنى تحاد تمتنع عن الزينة وتمتنع عن الأشياء الثانية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحاد أو تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. بالنسبة للجيران كجارتك أو شيء، هذه ما لها علاقة، هذه علاقتها فقط تعزيك فقط، وليس لها علاقة في قضية تدخل في الحداد أو لا، لأن ما لها علاقة في هذا. فهي تأتيك فتقول أحسن الله عزاك، عظم الله أجرك، الله يغفر لميتكم فقط. هذه يا أخت محمد بارك الله فيك. طيب نأخذ هذه الاتصالات. فضل أم فيصل من السعودية. أم فيصل معانا؟ من معي؟ تفضل يا أخي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. من معي؟ جزاك الله خير يا سيدي. أبو محمد من الشارقة. أهلا وسهلا أبو محمد، كيف حالك يا شيخ؟ طيب حالك، أهلا وسهلا. جزاكم الله خير أنت والإذاعة وكل القائمين على البرنامج. جزاك الله خير، مشكور أخوي. شيخي بالنسبة للتواصل الاجتماعي، فلو سمحت تنفيذ يومي أكثر شيء ليتكلم على الناس وليشهر فيهم، فأعتقد أن الإنترنت والفيسبوك والتواصل الاجتماعي اللي بغير شرع الله يعني حرام، في ناس تشهر هذا أكبر حرام. فليحتك شيخي لأن يتكلم عن الناس أكبر حرام بعذاب القبر، فاليوم التشهير والصور ويعني التواصل الاجتماعي أعتقد وصل لمرحلة فيه خراب أسر صارت. الله المستعان. شو حكمت شيخي؟ الله يرضى عليك ولك الأجر. صدقت يا أبو محمد، وإن شاء الله تسمع نصيحتي بإذن الله. الله يخليني، حرام يا شيخ تشهير الناس. صادق أنا صادق. أنا تكلمت عليك في ظهرك لازم أستامح منك، ما تعرف الإنسان متى بيموت يا شيخي. صادق إي والله صادق، تسمع إن شاء الله النصيحة. تفضل أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله حياك الله الشيخ، ربنا يطول عمرك إن شاء الله. آمين آمين. أهلا أبو علي، تفضل يا أخي. ويحسنه إن شاء الله. بسأل في عن الطهارة. نعم بسأل عن الطهارة. عن الطهارة تفضل. نعم نعم، مثل خروج الوزي والمذي إيه؟ قبل أو بعد أثناء الوضوء، يعني قبل الوضوء أحيانا يكون موجود إلى أن تدخل الصلاة أو بعد الوضوء، في هذه الحالة الإنسان يصلي به
ويتطهر أما ماذا يفعل؟ طيب طيب سؤال آخر. لا تدخل الملائكة بيت فيه صور أو كلب، فمثل هذه الصور مثل صور الزفاف أم صور التي تكون في الكروت أم هذه الصور أم صور أخرى، أعرف كيفية الصور. طيب يا أبا علي، في الصلاة بالنسبة لللبس إن كان بنطالا أو جبة يكون فوق الساق على الساق، كيف هذه مشروعية؟ يعني قصدك بالنسبة للرجل يلبس فوق يعني تحت الركبة أهم شيء؟ نعم نعم فوق الكعب أما يكون تحت الكعب أثناء الصلاة. أي نعم. طيب يا أبا علي تفضل. أخي علي من ليبيا. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل يا أخي. عندي زكاة أموال، عندي فلوس تقدم 18,000 بالليبي، قبل كان 10,000، لكن 10,000 يعني ما طلعت عليهم صدقة، لما قدم 18,000 في شهرين طلعت صدقة، هل يجوز لي إنه نجمع قبل يعني عليهم كلهم والله إنه خلاص على 18,000 طلعت؟ عفوا يا خالي، أنت الآن هذه زكاة مالك أنت؟ إيه. وليش أخرتها؟ والله كنت ماني عارف يا شيخ بجاهل. يعني هذا أول مرة تزكي؟ إيه، لكن لما قدم 18,000 شهرين طلعت، ما قدم سنة، يعني كان قبل 10,000 قدم سنتين ولا 3 سنوات. يعني أنت الآن تبغى تزكي حق السنوات الماضية كلها؟ إيه. طيب، عطني سؤالك الثاني. وسؤال الثاني يا شيخ، عندما نصلي عندي وسواس قاهر، أي واحد يعني كيف؟ لعنة في القرآن. كيف أعد أعد السؤال؟ أعد السؤال؟ عندي وسواس يا شيخ في الصلاة وفي القرآن وفي كل حياتي. أيوه. إيه، لما نصلي أنا استغفر الله، لما نقول الله أكبر يأتي لي بأي شخص يعني يقول لي هذا ربك، أنا عارف ما هو بربي، لكن كي وسواس لين أنا نبدأ نبطل في الصلاة نولي. طيب يا علي، طيب أبشر إن شاء الله. وأتي لي لعنهم، وخاصة اللي لعنهم الله في القرآن يعني ذاكرهم، استغفر الله. طيب طيب يا علي، تسمع الجواب إن شاء الله. تفضل يا حسين، دنوسيا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله يا فضيل الأمر نبغى نسأل. تفضل. ألو. أيوة. موضوع صلاة النوافل الظهر 4 ركعات قبل صلاة الظهر، هل يصليها الإنسان يعني 4 ركعات متتالية أم ركعتين ركعتين؟ طيب طيب، سؤال آخر. السؤال الآخر بالنسبة للصلاة قبل صلاة العصر 4 ركعات. نعم. يعني هل كذلك يعني 4 ركعات متتالية أم ركعتين ركعتين؟ بارك الله فيك. طيب يا أخوي حسين، تسمع الجواب إن شاء الله. أم إبراهيم تفضلي. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ، أنا مرات أصلي الفجر زين، مرات يروح من الصلاة الفجر أقوم ساعة 6:30 7، إيش الحكم اللي اسمه ده أصلي فايتة ولا صلاة الصبح؟ شو يعني الحكم شيخ؟ قبل طلوع الشمس؟ إيه 7:30 مرات أتريع الأذان، أنا 9 عيني أنام ولا أتريع الصلاة ما تفوتني تفير، لكن مرة تصير علي النوم أقوم ساعة 7:30، ما الحكم أصلي يعني فايتة ولا أصلي يعني إيش؟ طيب. ما عارف شيخ. طيب أعطيني السؤال الثاني. السؤال الثاني شيخ، صلاة الفجر زين، آخر يعني صلاة الشفع والوتر آخره علشان أبقى أصلي الفجر. أي. هات يعني الحكم الشيخ، بصلي ساعة 1 اي ولا يعني لازم ساعة 3 ولا ساعة 4؟ طيب يا ام ابراهيم، مرات يروح من النوم اصلي ساعة 1، اصلي صلاة الليل بعدين اصلي شفع والوتر. طيب يا ام ابراهيم، سؤال شيخ. تفضلي. ولدي اي أنا حرم عودة، بس يوم أمه تروح الحمام ولا شيء الله يسلمك وأمسك الولد يصيح ما يسكت، أرضعه من صدري، ولدي إيه حفيدي هذا،
ما يطلع حليب ولا شيء، بس أسكته فيها. هذا يعني حرام ولا شنو الشيخ بغات الحكم؟ طيب يا أم إبراهيم تسمعين إن شاء الله الجواب. طيب أعتذر منكم، الأسئلة كثيرة. أرجع إلى الأسئلة، عندي الأخت أم محمد من السودان أيضا تقول بأن عندها 3 بنات، وبالنسبة للطهارة تقصد الختان، هل هو حلال أم حرام؟ تقول لاموها الناس أو كذا. يا أختي أم محمد، سبق وأني أجبت بالنسبة لهذا الموضوع لكم بأن هذا ليس بواجب، هذا ليس بواجب، يعني لو تركتوه ما عليكم إثم في هذا، لأن المسألة ذكرت أنا خلافية بين الفقهاء، ومن الفقهاء من يقول مكرمة، وإذا قالوا بعض الأحيان يتأكد الاستحباب إذا كان في المناطق الحارة وكذا. فإذا ما فعلت ما عليك شيء يا أخت الفاضلة أم محمد من السودان. أم محمد تقول بالنسبة للمرأة كيف ترد على ولد العم وولد الخال؟ طبعا أنا سألتها إيش معنى ترد، قالت أنها تقوم وتسلم عليه وتصافحة. يا أم محمد، بالنسبة للمرأة في تعاملها مع ابن العم وابن الخال ينبغي أن يكون بحدود، ينبغي أن يكون بينهم مسافة، فيجوز لها أن ترد عليه السلام بلسانها، لما يسلم يقول السلام عليكم تقول وعليكم السلام ورحمة الله، لما يسأل كيف حالكم تقول الحمد لله طيبين، أو هي تقول كيف حالك أنت وكيف حال أهلك مثلا، هذا الطيب جائز. أما تقوم فتصافحه أو تقبله أو تخاشمه مثلا، هذا كله ما يجوز، هذا محرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يبايع النساء إلا بالكلام، أما الرجال يبايعهم باليد، يأخذ صفقة يمينهم. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له، فما يجوز. هذه العادات والتقاليد لازم أن تترك، وتتعلمون بأن هذا حكم شرعي، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرنا بذلك. فولد العم تسلمين عليه باللسان، لكن تصافحينه أو تقبلينه أو يقبلك، هذا ما يجوز ومحرم. بارك الله فيك يا أم محمد. طيب بعد هذا الفاصل القصير ألتقيكم لأجيب على بقية الأسئلة، فانتظروني. مقيم الصلاة واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. الأخ محمد من الشارقة سأل سؤالا مهما، يسأل عن قضايا ما يتعلق بالتواصل الاجتماعي وما يقوم عليه كثير من الناس من قضية التشهير والصور وهدم البيوت وغير ذلك، يريد نصيحة في هذا الأمر. يا أبا محمد ويا إخواني ويا أخواتي من يشاهدني، لا شك بأن من الفتن حقيقة التي ابتلي بها الناس ما يتعلق بقضية التواصل الاجتماعي، وهو سلاح ذو حدين، من استعمله في الخير فهو على خير وحصل خير، فإن فيه القرآن وفيه الحديث وفيه السنة وفيه الفتاوى وفيه التواصل الطيب وفيه صلة الأرحام وفيه الاطلاع على الجديد، ومن استعمله في الشر فوقع في الشر والعياذ بالله والوزر ومتوعد والعياذ بالله بالعذاب، نسأل الله العافية. ومن أعظم حقيقة الشر الذي يمارس عبر هذه الوسائل ما يتعلق بقضية التشهير بالناس وعدم ستر عيوبهم والحرص على فضحهم، وربما تلفيق الصور، خاصة أولئك الأشخاص الذين يلبسون أقنعة ويتخفون بأسماء وهمية فيمارسون والعياذ بالله مثل هذا الأمر، ويعتقدون بمثل هذا الأمر أنهم قادرون على الاستخفاء عن الناس، ونسوا رب الناس إله الناس، نسوا رب الناس إله الناس جل وعلا وتقدس. يقول سبحانه وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ولذلك أنت يا أخي الفاضل ينبغي أن تعلم بأن الله جل وعلا يراك ومطلع عليك ويعلم حالك، وأن كل كلمة تكتبها وكل صورة تبعثها وكل أمر تفعله فإنه مسجل عليك، وسيأتي يوم القيامة وستحاسب عليه. يقول جل وعلا عن المجرمين يوم القيامة، يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ويوم القيامة قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين ويحذركم الله نفسه فإياي فارهبون فإياي فاتقون. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. لا تعتقد بأنك تفلت عن الله جل وعلا، إذا استطعت بذكائك وقدرتك ومهارتك التقنية هذه أن تمرر على الناس فالله جل وعلا مطلع، وسيفضحك في يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين.
يفضحك في يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين، نعوذ بالله من الخذلان. ولأجل هذا ينبغي للمسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يحذر. أحيانا بعض الشر مقتصر ومحاصر، لكن بعض الشر عظيم، الذي ينشر صورة يعني امرأة من المؤمنات، الذي يحاول أن يكذب على أناس فينشرها في الآفاق تذهب شرقا وغربا، هذا وزره والعياذ بالله على عدد من وصلهم، الوزر الذي يحصله والإثم الذي يناله على عدد من وصلهم. فكلما اتسع نطاق الشر كلما كثرت السيئات على الإنسان. وقاعدة الشريعة عندنا وجوب الستر، الإنسان إذا رأى من أخيه شيء يستر عليه ما يفضحه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لما مر بقبرين، قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميم. ليس هناك أعظم من النمام في إفساد الناس، فيفعل ما لا يفعله الساحر. ولذلك أنا أذكر إخواني وأخواتي بأن يتقوا الله جل وعلا، وأن يتعاملوا مع هذه الأجهزة إذا أرادوا التعامل معها فيما يعود عليهم بالنفع على قلوبهم وعقولهم وأبدانهم وعلى أسرهم، وأن يبتعدوا عن هذا الهشيم، وأن يبتعدوا عن هذه المستنقعات والمزابل التي يقع عليها كثير من الناس، نعوذ بالله تعالى من معصيته ومن غضبه. يبتعد الإنسان عن هذا الأمر، ومن وقع فيها يتوب من الآن، يحاول أن يحذف الصور، يحذف هذا الكلام، يبتعد، لأن هذا من شروط التوبة، لأن هذا له تبعات والعياذ بالله. فالمقصود أن هذه الأمور ينبغي للإنسان حينما يمسك الجهاز يعلم بأن الله تعالى مطلع عليه، وأن الله ناظر إليه، وأن هذه الأنامل ستأتي يوم القيامة تشهد يوم يختم على فمه ولسانه، فتنطق الجلود والأيدي والأرجل بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فاتقوا الله وخافوا الله وراقبوا الله واحذروا، احذروا. الإنسان الآن ينبغي أن يسعى في جلب الحسنات لا في كسب السيئات. الإنسان ينبغي له الآن أن يبحث عن فكاكه ونجاته من النار، لا أن يسعى برجليه إلى النار. هذه أبواب من أبواب النيران والعياذ بالله، تقسي القلوب وتصحر الصدور وتظلم لها الوجوه والعياذ بالله، ويصبح الإنسان في ضنك من العيش، لأنه والعياذ بالله عداد الحسنات، عفوا عداد السيئات شغال عليه بهذه الصور وبهذه الفضائح وهذا الكذب وهذا المين وهذا الافتراء. ما يجوز الإنسان حتى في قضايا معينة مثلا لا يجوز أن تكذب فيها. ديننا ولله الحمد دين عظيم لا يحتاج إلى الكذب في نصرته، يعني لا نحتاج أن نكذب حتى ننصر الدين مثلا. ومن اعتقد بأن الدين يحتاج إلى الكذب حتى ينصر فهذا ليس بدين. دين الإسلام ولله الحمد يمثل نفسه. بعض الناس الآن للأسف يقول من باب الدعوة نكذب ونرغب الناس، يأتون بقصص وكذا كذب وبمنامات كذب، يقول حتى نرهب الناس ونرغب الناس. هذا غلط، هذا غلط، هذا إما جهل فيه وإما ضلال والعياذ بالله من هذا الذي يفعل. فالمقصود، لا أحب أن أطيل، هذه نصيحة يعني أثارها الأخ أبو محمد في سؤاله وهو صادق في هذا، على الناس أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله، واعلموا بأن هذه ذنوب الخلوات هذه خطيرة وعظيمة، ذنوب الخلوات هذه عظيمة وخطيرة، لأن فيها الإنسان يتجرأ على الله جل وعلا، فيها جرأة على الله، فكأن الله جل وعلا لا يراه، ويحذر الإنسان ويخاف ويعلم بأن الذنوب، الذنب لا ينسى، الذنب لا ينسى، وأن الله جل وعلا يمهل، لكن إذا أخذ عبده لا يفلته، إن أخذه أليم شديد، ودق بدق، وإذا زدت زاد السق، دق بدق، وإن زدت زاد السق، تتهم الناس، الله يسلط عليك في عرضك وفي أهلك. أسأل الله أن يحمينا وإياكم، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزته وعظمته أن نغتال من تحتنا. طيب، أنا أطلت في هذا السؤال لأنه في الحقيقة يعني مهم، والناس كلها تشكي، كثير من الناس يشكون، لكن اسمحوا لي الآن أخذ بعض الأسئلة ثم أعود إليكم. تفضل أخوي محمد من ألمانيا. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عندي سؤال، والله العفو، أنا في ألمانيا وعندي شوية دين، وبصير بجوز في شريعة الإسلامية إذا مثلا تشتغل بالمطعم، والمطعم عادة بيبيعون بيرة،
يبيع بيرة؟ نعم. مش أنا، المطعم. أي نعم. وأنت وين؟ أنا مثل شغيل مثل عمال. وأنت وين تشتغل يعني، في توزع ولا كيف؟ في المطعم. نعم. توزع البيرة؟ بالمطبخ. إحنا راح نسوي أكل بالمطبخ، يعني ما دخلنا بالمشروبات. طيب محمد، تسمع الجواب إن شاء الله. في سؤال آخر يا محمد؟ راح محمد؟ ها؟ ها، تفضل محمد من ليبيا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، عندي صديقي في العمل كنا نفطر مع بعضنا، وبعدين هو زعل وحلف بالطلاق انه ما عاد يفطر معنا. فما حكم الشرع؟ ما يفطر معاكم، يفطر ولا يشتغل؟ هو يشتغل معنا في العمل بعد، لكن احنا ديما نفطر مع بعضنا. تفطرون؟ بعدين هو كنا نفطر مع بعضنا، مجموعة نفطر مع بعضنا. اي نعم. فتزعل هو وشخص واحد اخرى، فحلف بالطلاق انه ما عادش يفطر معنا. هل يجوز ان يعني ياكل بروحه مثلا وما يفطرش معنا، ولا شو الحكم في الشيء هذا يا شيخ؟ طيب يا محمد، ابشر ان شاء الله. نعم. ام خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال شيخنا؟ مرحبا اختي. لو سمحت شيخ، أنا طبيبة جلدية وحصلت عقد عمل في مكان أني أشتغل في خصوص مواضيع الليزر والفيلر اللي هي الحقن في الإبر. إيه؟ للمرضى. طبعا أنا شفت المكان لأني شوي أحرم زايد عن اللزوم، فشفت المكان يعني طبيعة البيشنت والمرضى اللي موجودين في هذه المكان محترمين، يعني ناس محترمة، ناس عادية مثلنا، مو أنه مثلا فنانين أو هاي الطبقة من الناس. حبيت أعرف موضوع. طيب طريقة الليزر هذا يعني تستعمل في أي شيء؟ الليزر هو شعة ضوئية لإزالة مثلا الصبغات، لإزالة معروف. الشعر. معروف. قصدي أنا، هل قصدك يعني استعماله مثلا في، أنا يعني أنا لو استخدمتها، أنا لو اشتغلت على المريضة هذه. طيب بس عفوا، المريضة تأتي يعني لعلاج مسألة مرضية أم لزينة وتجمل؟ لا، لزينة وتجمل. مثل إيش الزينة وتجمل؟ تغير خلق الله فيها، تغيير الخلق الله؟ بخصوص الليزر ما في لا تغيير، بس إزالة شعر وإزالة صبغات. بخصوص الإبر نعم فيها تقريبا، لأنه تنفخ في مكانات معينة. طيب وضح السؤال الآن. أوكي. وشغلة ثانية دكتور. سوري شيخنا. رضا الزوج في هذه النقطة، لأنه يعني صراحة زوجي مو راضي عن الموضوع أني أشتغل في هذه الشغلة. طيب إذن الجواب الآن صار اختصرناه. أبشري إن شاء الله. أبشري. شكرا. تسلم. طيب تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شريت أرض قبل سنتين يا شيخ بغير نية البيع، ما كان لي نية بيعها. اي نعم. والسنة هذه احتجت واضطريت وبعتها بعد ثالث سنة. اي نعم. ما أدري عليها زكاة يا شيخ الآن بعد ما بعتها ولا؟ متى نويت تبيعها بالضبط؟ السنة هذه نفسها جاني ظرف. وكملت من النية، كملت سنة كاملة؟ يلا بعتها. اي نعم. اي كملت سنة، من سنة. اي وصرفت المبلغ ولا باقي عندك؟ لا موجود. طيب يا ابو فيصل، تسمع الجواب ان شاء الله. جزاك الله. ام عادل تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. انا بنسأل عن التنظيم في الانجاب، يعني حلال او حرام؟ طيب يا ام عادل، سؤال اخر. لا شكرا، بارك الله فيكم. مرحبا ام عادل، مرحبا. طيب اعتذر منكم الان، اعود الى الاسئله. عندي الاخ ابو علي من العراق يسال عن، يقول عنده خروج المذي والودي، احيانا يقول اثناء الوضوء يخرج ماء العمل. يا اخ ابو عادل بارك، ابو عفوا ابو علي بارك الله فيك، بالنسبه للمذي والودي، يعني ها بالنسبه للمذي، المذي هو سائل ابيض يخرج عقيب الشهوه أو عقيب التفكر، الودي يخرج عقيب البول. بالنسبة للمذي نجس، وبالنسبة للودي أيضا نجس في حكم البول، كلها في حكم البول. الواجب طبعا الإنسان إذا كان عند هذا الأمر يغسلهما ويتوضأ بعد ذلك. إذا خرج عند الإنسان أثناء الوضوء، هذه إذن عنده مشكلة، يحتاج طبعا الإنسان، ما نوصيه نحن، هو يذهب إلى الطبيب ويعالج، يحاول أنه يوقف مثل هذا الأمر. لكن من الناحية الشرعية بالنسبة لك، إذا كان وسواس مجرد شك، هذا تطرحه ولا تلتفت إليه ولا تشغل بالك فيه.
إذا كان له حقيقة وأنت يعني تلمس هذا الشيء، فالواجب عليك يا أخ أبو علي قبل أن تقوم من محل الاستنجاء أن تنضح فرجك بالماء، يعني تسكي بالماء على فرجك من دون أن تنشف ثم تقوم. هكذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مثل هذا الأمر، وعليك أن تتعاهد. لكن أنا أحذرك من قضية الوسواس، إذا كان عندك وسواس يا أخي أبو علي اترك هذا الأمر ولا تلتفت إليه ولا تجعله شغلك الشاغل، لا امضي في حياتك. إذا كان لا ما عندك وسواس، وهذا يحصل عندك مثل ما يحصل عند كثير من الشباب وكثير من الرجال، فهذا شيء طبيعي، رش على يعني فرجك الماء قبل أن تقوم وتركه، وهذا يقطع بإذن الله الخارج كما أرشدنا إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أعتذر منكم حقيقة، الوقت انتهى، وغدا بإذن الله تعالى حلقة الغد كلها يعني أتركها للإجابة على هذه الأسئلة لأنها كثيرة، وأيضا أسئلة البريد الإلكتروني لأن كثير من المتصلين والمواصلين يعني يعتبون علينا في قضية عدم الإجابة، وأنتم تشوفون وقت البرنامج وكثرة الأسئلة. غدا إن شاء الله الإجابة فقط على أسئلة اليوم وأسئلة البريد الإلكتروني. أشكر في نهاية هذا اللقاء الأستاذ المخرج علي سراج وزميلي في لغة الإشارة الأستاذ صلاح عودة وجميع زملائي في الاستوديو، ولكم أنتم أيضا الشكر والتقدير والدعاء، وإلى لقاء الغد بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين.